اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده. عندنا السردين وموسم السردين، وهل الشتاء بخير وايام الشتاء؟ مع قدوم الشتاء بيكتر السمك والمبطرخ بالذات والسردين واوميجا 3، واولادنا دلوقتي بداوا المرحله الدراسيه والعام الدراسي بدا، فمحتاجين ان احنا يكون عندنا ثقافه غذائيه لاولادنا وهم بياكلوا، ما ياكلوش اي حاجه. فصل السردين غني باوميجا 3 ورخيص سعره في متناول الجميع. انا هعمله النهارده صينيه بالبطاطس بالخلطه المغازيه على طريقه اللي انا بحبها، وانا عاشق للسردين والمكريل والحاجات اللطيفه ديت. معايا تشكيله من السيفود النهارده، جمبري وكابوريا وكاليماري، يعني حسب عدد افراد الاسره جاي على بالي اعمل طبق رز بالسيفود، فرايد رايز بالسيفود، ولكن برضو الطعم والشياكه في انك انت ازاي تشكيله السيفود تبان مع الرز. ناكل الرز ونسيب السيفود. عدد السفرة الحلوة النهاردة شوية سلطة لطاف، سلطة بابا غنوج البتنجان الجميل الحلو بتاعنا ده، أبو قلب أبيض زي الشيف، هنعمله النهاردة بابا غنوج بالرمان مع الزبادي والطحينة، أكيد السلطة هتعجبكم وفواتح شهية على السفرة الحلوة. مش عايز أطول حضراتكم لأن الحلقة فيها شغل للأمانة وفيها خبرة طهوية، وعايز أعمل افتكاسة النهاردة لصينية سردين بالبطاطس، إحنا المصريين شطار فيها وعلمناها للدنيا كلها. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الفرايد رايز بالسي فود بناكله في المطاعم، بنسافر بنروح بنيجي، والله كلت في المطعم الفلاني، كلت في البلد الفلانية شوية رز بالسي فود يجننه. كل شيف وكل ست بيت وكل أم كل حد بيحب مطبخ له مع السي فود موقف، والرجالة دايما يقول لك ليه بقى؟ لأن الرجالة مربوط الموضوع بالصياد، عشان كده يقول لك صيادية. صيادية دي يعني سمكة صيادية ورز صيادية، بيسموها باسم صيادية لأن الصياد بيعملها هو على المركب وهو طالع رحلة الصيد. ربنا بيرزقه بسمك، عنده بصل وعنده طماطم اللي يملكه في المركب بيحط كله في الحلة، ودي صيادية. فدايما الرجالة شطار في أعمال السيفود، أنا أشهد بكده يعني. ومكرونات والحاجات دي، أنا هعمل دلوقتي شوية رز بالسيفود على طريقتي، هيعجبكم إن شاء الله. معانا المقادير في متناول الجميع، شوية جمبري، لحم، شوية كاليماري أو سبيط، شوية كابوريا، التلات عائلات معانا. حلو الكلام، ممكن تحط سمك فيليه بس انا ما بحبوش بالسي فود خالص. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. أول حاجة هحطها معلقتين زيت مع زبدة مع بصلة. حلو أوي. معلقتين زيت مع زبدة مع بصلة، مع فصين من التوم. ونبدأ نخدم على البصلاية دي. حلو؟ يعني إيه نخدم عليها؟ مش في، يعني البصلاية لازم تستوي، لأن هي اللي هتدي لي الطعم للرز. الرز عندي هنا مستوي جاهز. والله حبيت اعملي بالرز المصري أهلا وسهلا، رز بسمتي أهلا وسهلا. أيهما أفضل في عمايل الرز بالسيفود؟ الرز البسمتي. أدي الزيت بيسخن مع زبدة بالشكل ده كده، ننزل بالبصلية الحلوة ونشيل الحاجة دي من قدامنا. حلو، اهدى عليها لغاية لما تتحمر شوية تاخد لون، ريحتها تبان. في الحالة دي بتحط عليها شوية بهارات حلوين على البصلاية الحلوة دي كده، لأن السيفود هينزل عليها، ولازم البصلاية مع السيفود لازم تكون مستوية لأنها بتسرق الطعم من السيفود. خلي بالك في المعلومات اللي بقولها دي مهمة جدا. شوية بابريكا حلوين، شوية كركم، السيفود يحب الكركم. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل لطاف كده، وموضوع البهارات ده اختياري، نقلبها كده. الله على الريحة الحلوة. عندك روزماري حطي، عندك زعتر حطي، عندك اوريجانو حطي. خدت البصلية طعم، خدت لون، ده اللي انا عايزه. هي السر في البصلية دي في حالة التحمير، ده مهم جدا على فكرة. التوم مش هنزل بيه دلوقتي خالص، التوم انا ما عنديش مشكلة معاه. نقطف الورقتين دول الحلوين دول كده،
بيعملوا جو حلو مع البصليه. حلو تمام زي الفل. بناخد فصين توم حلوين يا عم الشيف. الله. ونقلب تاني وما زال التقليب مستمر. شفت انا مركز على الموضوع ازاي؟ لان الموضوع السي فود ده معايا والرز معايا. التقليبه دي مهمه. حلوه. بدات الريحه تطلع، بدات البصلات تستوي مع التوم مع البهارات. خلي بالك انا ما حطيتش ملح، حطيت ملح يا مخرجنا. انت مركز معايا. ليه بقى؟ الملح لازم كنترول، لان وانا بسلق الرز حطيت له ملح، فلازم هنا كميه الملح اللي بحطها على السي فود كنترول، والسي فود عموما مش بيحب الملح كتير. معانا كاليماري متقطعه لطيفه وجميله. حلو. حلقات، مكعبات، زي ما انت عايزه. معانا شويه جمبري، ممكن بدل الكاليماري تحط سبوت، سبيت عادي او سيبيا. السيبيا هي السبيت. معانا الكابوريا ليا شغل معاها. الفلفل الحار ده برضو ليا شغل معاه، باخده زي ما هو كده في قلب الخلطه دي كده، مش عايز اقطعه ناعم. البصليه على النار تاخد لون. شفت هو ده السر هنا، سر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. زي ما انا شغال، اهم حاجه تخدمها على البصلايه بالتومه بالبهارات وتاخد لونها وتحمر. زبده زيت الاثنين مع بعض. شفت الخلطه دي قايت. الله. حلو. عندنا اول حاجه هننزل بيها الكاليماري مع الجمبري، ننزل بهنا كده. الله على الحلاوه. ونقلبهم مع بعض. شفت الجو ده كده؟ مهم جدا السي فود هنا ياخد طعم البصلايه وانا بقلب. شفت الجو ده كده؟ الله. نقف محطه هنا. تقدري تعملي ده طاجن ميكس سي فود، يعني كاليماري وجمبري وكابوريا مع الخلطه دي، شويه عصير طماطم مع كريمه لباني، عملت طاجن سي فود ما حصلش. نقف محطة تانية شوربة سي فود. هتحط هنا مية سخنة وتسيب الخليط ده يغلي على النار مع معلقتين نشا، وتبقى عملت شوربة سي فود. هي المحطات دي المبدعة اللي انت ازاي تقف في المطبخ تعملي كذا صنف وانت واقفة. زي الفل. معانا كابوريا، كابوريا بتاعتي الحلوة دي اخدتها زي ما هي كده. كابوريا تتغسل وهي طيب. اهو كابوريا الكفر ده معايا، اهم حاجه دي كده، الحركه دي مهمه جدا. كابوريا دي طبعا مليانه لحم، ناخدها زي ما هي كده بالشكل ده كده. الكفر ده انا عايزه هزين بالرز، هزين بالطبق بتاعي. الله. شفت الكفر مبطرخه، موسم البطارخ. شيل دي من هنا، مش عايزها تتكسر معاك على طول اهيت. اول ما تشيل دي من هنا كده، تشيل الكفر ده كده. الله. تقطعها نصين كده زي ما هي كده. شفت الكابوريا زي الفل. تمام. هعمل ايه يا عم الشيف؟ حلو قوي. في ميه مغليه كده، بس في ميه مغليه اهي. الله. زي ما هم كده واحطهم جنب كده. حلو. الله. واشيلهم من الميه المغليه دي كده، او ميه سلق الرز. الله. ايه الحلاوه؟ نورت الكابوري. بص عليها بالله عليك، نورت اهي اهي. ما تسيبهاش تغلي اهي، اخدها زي ما هي كده اهي. يلا. الكفر يلا بينا. عملت رز بالسي فود ما حصل. ونقلب وما زال التقليم مستمر. الله. خلص السي فود. سيبه على النار. استوى السي فود. عايزه تعمليها مكرونه بالسي فود؟ اهلا وسهلا، رحابي بسباكيتا وبينا. شويه كريمه لباني، عملتي طاجن مكرونه بالسي فود ما حصلش.
عايزه تعملي طاجن ميكس بالسي فود زي ما هو كده، معلقتين معجون طماطم او صلصه طماطم وكريمه لباني في قلب الفرن. وانت واقفه، اهم حاجه يا اختي يا امي يا ست الكل يا ست الحبايب يا عظيمه، البصلايه اللي انا خدمت عليها في الاول. بصل، توم، شويه بهارات، شويه حلاوه، شويه حب. استوت معايا البصلايه، نزلت بالسي فود بتاعي، خد اللون اللي حضراتكم شايفينه ده زي ما هو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز انا رز بالسي فود. الرز عندي مستوي، باخد الرز، اللهم صل على النبي، واحطه، الله، ايه الحلاوه دي؟ ده الفرايد رايز بالسي فود. كمان يلا خلي الاولاد ياكلوا، الاولاد يعزموا اصحابهم، وجوزي يعزم صحابه بقلب جامد. انا عندي المدام شاطره في السي فود، شفت ازاي؟ يفتخر بيك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هناكل الرز وتسيب السي فود، لان البصلايه خدت الطعم بتاع اليود بتاع الكابوريا، والكابوريا هنا خلي بالك سيد الموقف. هنغرفها دلوقتي مع بعض ونسيبه على النار شويه يتحدوا مع بعض شويه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير بالشكل ده كده. الله على الحلاوه، شفت الرز ازاي؟ هو ده. ممكن الرز ده يبقى مكرونه، بس في حاله مكرونه بنحط ايه؟ يا اما كريمه لباني يا اما صوص طماطم. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نغرف لوحه فنيه بتشكيله من السي فود مع رز لطيف وجميل. عندنا صينيه في الفرن بتتكلم مصري بخلطه مغازيه اسمها صينيه السردين بالبطاطس، وحقوق الطبع لدينا وبس. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنغرف في الجاط او السرفيز اللي معانا ده كده الرز بالسي فود. اول حاجه هشوف الكفر بتاع الكابوريا فين، ده انا عايزه مع الكابوريا للامانه يعني، وده لازم برضو طالما انت تعبت عليه لازم تغرفيه بطريقه صح. ادي الكفر، نشيله كده هنا، عايزه قابلني كابوريا بشيلها، وانا لما حطيت 3 حبات كابوريا في قلب الخلطه بهدف ان انا اجرنش بيهم الطبق. القشريات عموما لازم تكون ظاهره على الوش اهو، ولما نغرف للضيوف بنغرف لهم شويه رز مع سي فود مع كفر كابوريا عشان نقول له ان احنا حاطين لك كابوريا يا السيد. لا هنزين بير الطبق اهو مع رجول الكابوريا، وتعديهم وانت بتحطيهم عشان ايه ما تنسيش. انا حاطط كام؟ 3، هم الـ3 مفيش غيرهم اهو زي الفل. مش بالكتره عشان برضو ما نقولش ان ايه، هي دي مهمه جدا. نشيلها كده وناخد الرز زي ما هو كده يا عم الشيف، نغرفه مع بعض. خلاص الاولاد لما ياكلوا امان. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوه دي؟ شايفه الرز لازم يتكلم ازاي مصري؟ ايه الحلاوه دي؟ جواه جمبري، جواه كاليماري، اللهم صل على النبي. الف انا وشفا للي ياكل. زي ما انا شغال كده اخد الحاجات الحلوه اللي معايا القشريات دي، ازين الطبق ده كده وانا واقف كده ايه بتدلع. مخرجنا الجميل بيعجبه المنظر الحلو والصوره الحلوه بتفاصيلها عشان كده بيركز معاها. ادي الكابوريا بحطها كده، كفر الكابوريا ده كده كمان بحطه كده، شفت الرصه دي؟ كفر الكابوريا ده بحطه كده، الله، والكابوريا الحلوه دي بحطها هنا كده. الطبق بان ان هو غني، في شغل، مكلف. الف هنا وشفا للي ياكل. حاضر يا فندم. عايز اعمل طبق سلطه لطيف وجميل، بس مخرجنا ادالي اوردر قال لي خليه مكانه، لازم اسمع الكلام ده. انا هدلعك، هو انا ورايا غيرك النهارده بالسي فود؟ عينيا. طب اشيله من مكانه عشان خاطر اوديه عند ملاح. يلا رز بالسي فود. ولا ايه ده؟ هو ده، حلال عليك. الف انا وشيف، شيل الحاجه دي من هنا، يلا بينا. حلقات النهارده تفاصيلها كتير، خبرة طهوية، خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب.
قدمناها النهاردة في طبق من السمك نعناع الأخضر ده كده، وأنا واقف كده بالسلة معايا وقت وخرجنا لسه راضي عني أهو. شفت الحلاوة دي؟ جردش مهم، البرزنتيشن مهم، زوقيني يا ماما مهم، جوزك بيهتم بالتفاصيل دي، عملت له ورده بطماطميه حلوه، دي رساله حب قويه جدا. مش لازم اروح عند بتاع الفلاورز او بتاع الورد واجيب ورده ب 100 جنيه، ده هي طماطميه تعملها بسكينه صغيره بثلاثه تعريفه. رساله حب. يعني يا حبيبي عايزين نغير النجفه، تضحكي؟ اه حلو. صينيه سردين بالبطاطس، طبق رز بيتكلم سي فود، طبق سلطه لطيف وجميل بالرمان وموس بالرمان. يعني رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.